إن أدوات الاستفهام إما أن تفيد التصديق، وإما أن تفيد التصور، وإما أن تفيد الأمرين. فالهمزة تفيد الأمرين، التصديق والتصور. ما هو التصديق؟ التصديق هو تردد الذهن في ثبوت شيء أو نفيه، في ثبوت شيء أو نفيه. كما لو قلت أسافر زيد، هنا تريد أن تثبت شيئا أو تنفيه، فتكون الإجابة بنعم أو لا، هذا هو التصديق. فتقول نعم أو تقول لا. ولكن التصور هو تردد الذهن في تعيين الشيء، في تعيينه. فما لو قلت أسافر زيد أم عمر، فالسفر ثابت عنده لكن تردد في تعيين أحدهما. ولذا إذا كان الجواب لا يكون إلا بذكر المسؤول عنه، أسافر زيد أم عمر، تقول سافر أو سافر زيد. بقية أدوات الاستفهام لا تفيد إلا التصور. إذن عندنا هل تفيد التصديق، الهمزة تفيد الأمرين، بقية الأسماء تفيد التصور ولا تفيد التصديق.